اوف السواق اللي راك اللي زرعته قبل تقريبا الحين اكثر عن 6 شهور عداله، تاريخ اللي بعطيكم اياه ان شاء الله. الحين هذه اول مره اجرب افتحه، لان الاخير كنت فاتحنه متاخر فيه، هاي طولت فيه وايد، طولت فيه اشوف اذا فعلا جذر وياي ولا لا. هاي الحين السواق نجرب نشوفه اذا يطلع، شو بيطلع ان شاء الله. هل فعلا جذر ويا ولا لا؟ ما شاء الله هني بين جذوره، هني عادي شوف هذي تبطل ولا لا، بين ان في جذور ما شاء الله ماسكه، فانا بقصه ان شاء الله هذا وبنشوف. تبارك الرحمن ما شاء الله، شوفوا الشيره الكبيره، هالعرق الرئيسي طالع منه، هذه مساويت طالع شطورها ما شاء الله، تقريبا يطولها متر، هذه هاي العروق فرعيه، طالع عرقين صحيح، يعني طلعت التجربه صحيحه ونجحت الحمد لله. عروق هاي سيده مثل ما شايفين، الحين بنستعمل ان شاء الله، بنقصن وبنرد ان شاء الله في الباقي. اللهم بارك، الحمد لله رب العالمين.